استاذ غازي مرابط، انت احد المحامين على صابرين القليبي وهادي بالقايد حسين الموقوفين على خلفيه كليب ولد الكنز البوليسيه كليب. حابين نساله اليوم شنو صار بالضبط في قاعه المحكمه فيما يتعلق بزوج متهمين؟ احيل المناوبان محمد الهادي وصابرين مع أربعة متهمين في قضية الحال في حال الفرار. نذكركم نص الإحالة هاو باش نقراه لكم، نص طويل وعريف. المؤامرة الواقعة على التعدي على الموظفين بالعنف لم يسبقها عمل استعدادي، والمشاركة في عصيان دعي إليه بخطب ونسبة أمور قانونية لموظف عمومي متعلقة بوظيفته وذلك بوسائل الإشهار، وهضم جانب موظف عمومي بالقول والإشارة والتهديد والتجاهر بما ينافي الحياة والتعدي على الأخلاق الحميدة طبقا من الفصول 120 121 128 226 226 مكرر من المجلة الجزائية. بالنسبة لعلاء اليعقوبي اللي كان متهم في قضية أخرى وقع ضم قضيته للقضية هذه عدد 2428. ترافعنا بما فيه الكفاية أظن وإن شاء الله، كنا طلبنا عدم سماع الدعوة لانتفاء الأركان القانونية للجريمة. حاولنا نوضح للمحكمة ما هو الفن، ما هو خاصة فن الراب. فن الراب هو يعني كما قلنا تعبير لواقع الشباب اليوم. ذكرنا المحكمة أن هنالك رابور وقعت إحالته بنفس نص الإحالة في أواخر 2010 في ديسمبر 2010، وهو الجنرال رابور جنرال. يعني ما حاولنا نعمل تقارب بين هذه القضية والقضية الأخرى. اليوم استاذ غازي مرابط، المتهمين الزوز صابرين القليبي وهادي بالقايد حسين شنو ينتظرهم؟ هل انتم متفائلين معناها بسمعنا اللي يعني قرار المحكمه سيكون عشيه هذا اليوم، هل انتم متفائلين معناها تجاه ما سيصدر على المحكمه؟ والله حسينا من المحكمه ان فهمت القضيه اخذت حجم اكبر من اللي تستحقه. كنا صحيح طلبنا بصفه اصليه الحكم بعدم سماع الدعوة، وبصفة احتياطية كنا طلبنا تطبيق الفصل الثاني من مرسوم 2011 المؤرخ 2 نوفمبر 2011 المتعلق بالإعلام، وربي يستر. وكهو أصدرت إذن الدائرة الجناحية اليوم بالمحكمة الابتدائية بمنعروس في قضية ولد الكنز المعروفة باسم ولد الكنز الأحكام التالية. بالنسبة لصابرين لافيغورونت الممثلة 6 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ، وبالنسبة لمحمد الهادي وهو الكاميرامان 6 أشهر سجن مع تأجيل التنفيذ. أما بالنسبة للمحالين في حالة فرار فكان الحكم 2 عام سجن مع نفاذ العاشر غيابيا بالطبع. بالنسبة لنا وخاصة بالنسبة للعائلة انه صابرين ومحمد الهادي اليوم شباتوا مع عائلاتهم. اما بالنسبة للمتهمين في حالة فرار ومحكومين يعتبر حكم صعيب، سيقع الاعتراض عليه ونتعهد لإحضارهم يوم الجلسة. اما بالنسبة نرجع لصابرين ومحمد الهادي، وغدوة باش نحكي مع العائلة ومع الكوميتي دو سوتيان وباش بقدرة ربي باش يقع استئناف هذه الأحكام. ونذكر اليوم كانت المحكمة لما أحالت علاء كانت فصلت القضية عملتها قضية منفردة، ثم طلبت المحكمة اليوم من وكيل الجمهورية من النيابة العمومية لضم نفس الملف يعني نفس القضية ولو الزوز مع بعضهم. قال سمعنا اليوم رئيس الدائرة اللي منعرفش سان لابسوس ولا حاجه هكا، قال نطلبوا اللي عليه وهو الفاعل الاصلي. فهمتني؟ دونك فما ديجا تفرقه ما بينه هو والاربع متهمين المحالين الاخرين في حاله فرار. هذا تعتبر بالنسبه بالطبع المحكمه لم تنظر في الملف لانهم لم يحضروا، نتعهد لإحضارهم. وفي هذه الحالة أظن أن على الأقل المحكمة ستصدر نفس الأحكام بالنسبة لصابرين ومحمد الهادي.